اتباع السلف بكيف يكون إنكار على ولي الأمر سرا، وهذا أبو سعيد الخدري إنكار على الخليفة عندما قدم خطبة العيد على الصلاة، وكيف يجاب كذلك عن حديث خير الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فأمره ونهاه فضرب عنه. جزاكم الله. الكلام على هذا السؤال الذي له أيضا فروع في ما طرحه السائل أو السائلين، قد يكون هذا مطروح من أكثر من سائل، الكلام عليه قد يطول، لكن النصيحة لولي الأمر إن لم تكن على ضوء قاعدة الشريعة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه في هذا الباب فإنها تضر أكثر مما تنفع، وهذا معروف واقعا وتجربة للناس، ومنهم من جرب هذا السبيل وأعلن عدم فائدته، وأن الفائدة إنما تكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تتعلق بالتعامل مع ولي الأمر، بل إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عقد كتابا في الإمارة خاصا وضمن أحاديث كثيرة جدا، وكان عليه الصلاة والسلام يقرن حق الأمر، حق ولي الأمر، بعبادات الإسلام الكبار مثل ما جاء عنه في حجة الوداع، قال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قرن عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر مع هذه العبادات العظام، وجاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا. وبسبب غلبة الأهواء، بسبب غلبة الأهواء، فإن بعض الناس إذا قرأت عليه الأحاديث الواردة في الصلاة أقبل قلبه عليها، وإذا قرأت عليه الأحاديث المتعلقة بالصيام أقبل قلبه عليها، وإذا قرأت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة المتعلقة بالتعامل مع ولي الأمر نفر، والسبب في ذلك غلبة الأهواء، وإلا كيف يليق بمسلم أن ينفر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالذي أمر بالصلاة وأمر بالصيام هو الذي أمر صلوات الله وسلامه عليه بطاعة ولي الأمر، ولهذا بعض الناس ينفر، وإذا وجد أحدا يقرأ الأحاديث المتعلقة بولي الأمر غضب وكره ذلك ولم يطق سماع ذلك، والسبب غلبة الأهواء، السبب غلبة الأهواء. فالواجب على المسلم فيما يتعلق بالإنكار على ولي الأمر أن يقرأ الأحاديث الواردة في السنة في طريقة التعامل مع ولي الأمر، يقرأها جيدا وفي ضوء تلك الأحاديث ينطلق، فينطلق من السنة لا من الهوى، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، فإذا قرأ الأحاديث وفهمها وعرف دلالاتها وضبط هذا الأمر ونصح لولي الأمر في ضوء هذه الأحاديث آتت نصيحته أكلها، وإن لم يفعل ذلك نعم قد يقال عنه بطل وقد يقال عنه جريء وقد يقال كذا، لكن هذا لا يقدم ولا يفيد، وإنما الذي يفيد الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ركزت عليه في بدء الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة ينبغي أن تقرأ وأن يعمل بمجموعها وبما دلت عليه، أما أن يأخذ الإنسان حديثا فيعمله في غير بابه أو يفهم منه غير مراده ويعرض عن أحاديث صريحة واضحة مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له حاجة عند ذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية، قال لا يبده علانية، واضح،
وقوله ما ذكره السائل كلمة حق عند سلطان، ما قال على المنبر، قال عند سلطان. فكيف تفهم الأحاديث؟ يفهم الحديث على غير بابه، ويعرض عن أحاديث أيضا في هذا الباب صحيحة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان تسعه السنة ويسعه ما وسع السلف الصالح رحمهم الله، فإما أن يقرأ السنة ويدعو بعلم أو يسكت بحلم، لا أن يدخل مداخل في الإنكار وتكون تلك المداخل التي دخلها في الإنكار بعيدة عن الجادة، قد يترتب عليها تحمله لأوزار وآثام في خاصة نفسه وفي من يقلدونه ويسلكون مسلكه في ذلك الطريق المجانب للسنة.